السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد، الدوري المصري هيرجع امتى؟ وكلام كتير عن رجوع الدوري المصري، لكن امبارح أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بشكل رسمي، وقد أعلن نشاط كرة القدم في مصر يعود من يوم 20/6 الجاري، من الشهر الجاري. وقد توقف الدوري المصري 15/3 بسبب فيروس كورونا، وشد الجذب بين الأندية، منهم من يؤيد استئناف الدوري ومنهم من يرفض استئناف الدوري. وقد جاء على رئاسة من يرفض استئناف الدوري مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي قال استئناف الدوري سيسبب أخطار كثيرة، إنما وافق على استئناف الكأس. فإزاي الدوري يرجع؟ ما يرجعش، والكأس يرجع، ما دي كورة ودي كورة، ولا انت عشان انا متقدم وكده؟ من يؤيد استئناف ولا استئناف مباراة الدوري، ومن أيده ومنهم من رفض الاستئناف، وهو الذي رفض استكمال الدوري وهو مرتضى منصور. وقد أكد وزير الرياضة أن جميع نشاط كرة القدم في مصر سيعود من يوم 20/6، وجاء في كلمة أشرف صبحي ما يلي: قمنا بالاستعانة ببعض الخبرات والدراسات من داخل تحديد موعد العودة، منهما تعليمات وقرارات لجنة الأزمات في مجلس الوزراء، وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، بجانب دليل من الدراسات القانونية والطبية، عدد من الدول بالدوريات الأوروبية، تعليمات الاتحاد الدولي بالدوريات الأوروبية وتعليمات الاتحاد الدولي والفيفا. والآن يقع القرار على أعتاق الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية المشاركة. يعني ايه؟ يعني هي الفيفا والاتحاد العالمي وكل وافق ان الدوريات ترجع، الا اللي حتى الان القرار للاتحاد الدولي لكرة القدم بمصر، والان القرار له. لكن اكد اشرف صبحي ان الدوري سيعود 20/6 الجاري، والاندية المشاركة لهم القرار حتى الان، منهم من يؤيد ومنهم من يرفض الاستئناف. وحدد وزير الرياضة 7 ضوابط لعد كرة القدم، يعني 7 أمور عشان الكرة ترجع في مصر. 1. رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة. 2. القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات. 3. التباعد الجسدي لكافة عناصر منظومة كرة القدم لحد من الانتشار وانتقال العدوى، يعني تخلوا بينه وبين بعض مسافة عشان العدوى ما تتنقلش من حد لحد. التوعية بالتدابير الاحترازية وبالمكافحة انتقال العدوى الخاصة بعمال النظافة. يعني ايه التوعية؟ يعني يوعوا عمال النظافة وعناصر منظومة كرة القدم اللي هم يبعدوا عن بعض عشان لحد انتشار المرض. 5. التراصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد، يعني الطبيب والأطباء في أرضية الملعب بيبقوا واخدين بالهم ويعرفوا ما يعملوا ما. 6. في حالة الاشتباه في حالة كورونا، وأولا طرق النقل، الحالة والتعامل معها وفقا للاشتراطات وزارة الصحة والسكان. 7. التخلص الآمن من المخلفات من مراعاة التدابير الاحترازية الوقائية. يعني ايه التخلص من المخلفات؟ يعني الجزازة المياه الفاضية والحاجات دي، كل لاعب يبقى ليه جزازة مياه يشرب منها وكل حاجة بالتمام، ويبقى احترازات والمخلفات وعمال النظافة يستخلصوا منها بشكل جيد، ومفروض يبقى كل شيء تمام. ودوت اللي قاله وزير الرياضة أشرف صبحي، وإيه والقرار قال للأندية. فالأهلي وافق وجميع الأندية وافقت، ما عدا الزمالك رفض مرتضى منصور عودة الدوري، لكنه وافق على عودة الكاس. فيعني ما ينفعش كده، ازاي الدوري ما يرجعش عشان الاهلي متصدر والكاس يرجع؟ فدوت ما دي كوره ودي كوره، ودي في مصر ودي في مصر. انت كده قايل فهتمنع الفيروس كده كده، لما الدوري ما يعودش يبقى كده الفيروس مش هينتشر، لما الكاس يعود مش هينتشر برضو، لكن لما الدوري يعود يعني الفيروس هيجي. ما هي كل الدوريات بالعالم، بالمانيا وبالعالم كله الدوريات رجعت، وفي انجلترا وفي كله. لكن ما ينفعش انت بتقول ده، رئيس نادي محترم زيك مرتضى منصور، ما ينفعش انت بتقول ازاي تعود الدوري ما يعودش الدوري يعود الكاس، ما دي كوره ودي كوره، دي في مصر ودي في مصر، ازاي انت بتقول ده؟ فالان قرار للاتحاد المصري، والوزير
الرياضة صرف صبح وافق وقال بإذن الله موعد عدد الدوري سيكون 20/6 الجاري، ودام لكم التوفيق والسلام. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة والسلام.